ومن الرياض ينضم عبر الستلايت إلينا المحلل السياسي حسن ظافر الشهري. مساء الخير سيد حسن، وبداية يعني كثرت في الآونة الأخيرة تحليلات وسيناريوهات حول مصير القمة الخليجية. من وجهة نظركم، كيف ستلقي الأزمة مع قطر والتعنت والمكابرة القطرية بظلالها على انعقاد القمة الخليجية القادمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك، تحية لك وللمشاهدين. لا أرى في الأفق بارقة أمل تلوح للعقد القمة في الوقت الراهن، ونظام الحمدين لا زال يصعد الأزمة. وأنا أعتقد أنه في خطاب سمو أمير دولة الكويت ما يتضمن ذلك تلميحا، عندما قال أنه الاستمرار في أزمة الخليج سيجعلها تتطور و تتصاعد إلى مستويات قد لا تكون مقبولة في المنطقة، وهذا من حكمته سمو الأمير. وأشار أيضا في نقطة أخرى إلى التوقف عن الإعلام، وهذا لا يمكن، وهو من أشار أيضا سموه في واشنطن أن الإعلام القطري هابط ولا بد من التعامل معه. أنا أعتقد أنه البيئة الإقليمية حاليا لا تسمح بعقد قمة إلا بتوافر الشروط كاملة، ولن يحظى في نظري نظام الحمدين في الدوحة بشرف الجلوس مع الكبار في الوقت الراهن، بعد أن أصبح هدفه الجلوس مع اللئام والأعداء. وبالتالي الكرة في ملعب الشعب القطري الشقيق أن يوجد حلول، والوقت أيضا كفيل في المنطقة أيضا بإيجاد الحلول، وقد تخلت حتى الدول العظمى، وسمعنا من تصريح تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يمكن الضغط على دولة ما أو مجموعة من الدول للوصول إلى حل مع الدوحة. لا يمكن الجلوس مع نظام الحمدين وهو لم يلتزم بالشروط 13 والمبادئ الستة التي أصبحت عالمية في الوقت الذي الشعب القطري وشعوب الخليج تحتاج ذلك. وأنا أعتقد أنه منظومة مجلس التعاون بالنسبة لقادة دول المجلس خط أحمر، لا يمكن السماح لي نظام الحمدين أن يتلاعب بها. نعم. الأمر الآخر، أنا أعتقد أنه سمعنا اليوم في خطاب أو في المؤتمر الصحفي على هامش قمة الاقتصاد العالمية الغير مسبوقة في الرياض هذا اليوم، كلام موجه من قبل سيدي ولي العهد عندما قال سندمر الإرهاب في كل مكان، وهنا الرسالة موجهة للداخل وللخارج، من يقف خلف الإرهاب ويأوي الإرهاب ويدعم الإرهاب. وأنا أعتقد أن الصورة واضحة الآن، ليس بيننا وبين الأفكار المتطرفة ومن يدعم الإرهاب أو يسيء لأن نعيش حياة سعيدة وطبيعية في أقاليمنا وبلداننا، ليس بيننا وبينه إلا ما طرق الحداد حاليا. نعم. الآن لم تعد أزمة قطر أولوية بالنسبة للدول الأربع، أصبحت ثانوية، الكل يتوجه إلى تحصين الوطن والمواطن والاتجاه بخطى حثيثة إلى مستقبل اقتصادي واجتماعي آمن في بلاده، وخصوصا مراكز الثقل في الدول العربية والتي تحددت ملامحها منذ يوم 5/6/2017، وهي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، الثلاث الدول الأشقاء مع المملكة العربية السعودية. نعم سيد حسن، يعني المناصحة يعني كما تفضلت، المناصحة داخل البيت الخليجي كانت دائما هي مفتاح الحل للخلافات، ولكن اندلاع الأزمة الراهنة والتعنت القطري والاستقواء بإيران عقد المشهد الخليجي، فضلا عن أن يعني قطر بدأت بالضغط على مجلس التعاون، يعني كأنها تريد لفرط عقد مجلس التعاون الخليجي. يعني كيف نقرأ السيناريو القادم تجاه هذه الأحداث أو تجاه هذا التصرف القطري؟ الحكمة لها وجهان، الوجه السابق استخدم خلال 22 سنة ماضية و20 عقدين تقريبا مع القيادة القطرية بالصبر والتحمل والعناء، وعسى الوقت أن يسدد ونسدد ونقارب في هذا الاتجاه من جميع دول الخليج مع الأسف والتي عانت. نعم. وبالذات السعودية والبحرين والإمارات والكويت وخارج مجلس التعاون كل الدول العربية تقريبا بما فيها الشقيقة الكبرى مصر. والحكمة في مفهومها الواضح لكل إنسان عاقل هي وضع الأمور في نصابها الآن، وبعد أن أفلت أبواب الحكمة في المشهد السابق التي لم نصل معها إلى حلول مع هذا النظام الذي تآمر على دول الخليج منذ نشأته ومنذ عام 90، والقطريين مع الأسف يبدلون في أولويات التهديد
أو الاستثمار في المجلس التعاون لمن أجل إفساده. ونذكر مؤتمر القمة الذي عقد في الدوحة أثناء غزو العراق لإيران في التسعينات ولن ننساه واستمر على ذلك، ولكنه تم تفعيله وتنشيطه مع الأسف، واستخدمت الدوحة كأداة مع الأسف لمحاولة هدم هذا الكيان. نعم. وهذا لن يحدث. أنا لازلت أؤكد أن مجلس التعاون الخليجي هو الحصان والقلعة للأمة العربية، ولم يتبقى في الأمة العربية إلا هذا المجلس، والعالم أيضا حريص على أن يبقى مجلس التعاون الخليجي، وهناك استراتيجية أمريكية واضحة المعالم أعلن عنها الرئيس ترامب لتطويق ومحاصرة إيران. ومجلس التعاون هو أحد الوسائل القوية أيضا دحر إيران وعيدتها إعادتها إلى جحرها. نعم. النظام القطري مع الأسف يلعب النار ويتجه بشعبه إلى المجهول. نعم. المحلل السياسي حسن ظافر الشهري كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.